وللحديث عن أهمية أيضا العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، وبالتأكيد هذا شق هام، هناك شق سياسي وشق اقتصادي وشق تاريخي بين البلدين، ينضم إلينا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، صباح الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بالتأكيد أن أيضا الشق الاقتصادي من ضمن الجوانب الهامة جدا خلال هذه الزيارة، وأيضا من ضمن العلاقات الهامة جدا بين مصر والأردن. هناك الكثير من المجالات التي فيها الكثير من التعاون الاقتصادي نريد أن نتحدث عنها بين مصر والأردن. هو يمكن زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة أنه اللجنة العليا المشتركة فيما بين مصر والأردن هي تعد من أقدم اللجان العربية المشتركة. بنتكلم منذ عام 1985 هذه اللجنة بتنعقد تقريبا شبه دولي، بشكل شبه دولي. احنا بنتكلم النهارده في الدوله 29. مؤكد العلاقات فيما بين الجانبين على المستوى الاقتصادي جيده، لكن اتصور انه كمان افق الاتساع لهذه العلاقه ممتد، مش بس في العلاقه في اطارها الثنائي ما بين مصر والاردن، لكن كمان واضح انه العداء كمان هيكون اضافه للعلاقات الاقتصاديه في كلا الجانبين سواء كان مصر او الاردن. مؤكد هذه الدوره بتدخل ب العديد من الملفات الهامه، بنتكلم في مجال الطاقه بشكل عام وفي مجال الكهرباء بشكل خاص. بالتاكيد انه مصر بتعطي اهميه قصوى لربط شبكات الكهرباء فيما يتعلق بالاردن ووصولنا لدول ابعد من هذا، وده الحقيقه من المحاور الاقتصاديه اللي مصر بتهتم بها كثيرا، جنبا الى جنب كمان مع الغاز، باعتبار انه مصر بتلعب دور في منتدى غاز شرق المتوسط، ومصر ايضا لها خططها وطموحاتها فيما يتعلق بهذا المجال، فمؤكد التعاون فيما بين الجانبين ايضا سوف يشمل هذا الاطار. لكن خلينا نشيل ليه حجم التبادل التجاري وحجم التدفق الاستثمار فيما بين الجانبين اللي اتصور انه يحتاج لمزيد من المجهود. بنتكلم على استثمارات متبادله فيما بين الجانبين، اتصور انها ما زالت في حدها الادنى. استثمارات مصريه في الاردن تتجاوز المليار دولار، اتصور انه يمكن ان يزداد هذا الرقم، واستثمارات اردنيه في مصر تقريبا في حدود 600-650 مليون دولار، هذا الرقم ايضا يمكن ان يتسع بالشكل اللي يزيد من فرص زياده حجم التبادل التجاري فيما بين الجانبين. ممكن من خلال تبادل الخبرات ايضا وتبادل الزيارات والاجتماعات المختلفه ان يكون هناك زياده ايضا في الاستثمارات. الحقيقه واضح انه كمان من بين المطروح هو خط الربط البديهي فيما بين الجانبين، وده اتصور انه هيزيد من حجم التبادل التجاري فيما بين الجانبين، وهيخدم كمان بشكل كبير للغايه على العماله المصريه اللي موجوده في الاردن. احنا بنتكلم ما يتخطى 600,000 مصري موجودين في الاردن، بالتاكيد انه وجود خط بديهي فيما بين الجانبين هيساعد كثيرا على المستوى الاقتصادي، ولكن كمان يمكن ان يساعد كمان هذا الخط الجديد في مزيد من العلاقات الاقتصاديه مع العداء، لانه مؤكد انه الاردن هيلعب الدور الوسيط فيما بين مصر والعداء فيما يتعلق بالتبادل التجاري. فالحقيقه العلاقه فيما بين الجانبين ايضا في شقها التصنيع او الصناعات، اتصور انه كمان في هناك تفاهمات في هذا الاطار لتدعيم القاعده الانتاجيه في كلا الجانبين بالشكل اللي يكون فيه مزيد من التكامل. مؤكد انه الدوره الحاليه دوره حامل للغايه، والملفات اللي كانت طرحت في اطار اللجنه الفنيه المشتركه ووصولا ب الزياره المكثفه اللي عقدتها الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي في الاردن قبيل انعقاد اللجنه العليا، مؤكد انه ده كمان الحقيقه ساعد كثيرا انه يكون في العديد من الملفات اللي بتطرح على هذه الدوره. نعم، ونحن نتحدث عن ملفات واستثمارات وعلاقات اقتصادية، بالتأكيد أيضا أننا نريد أن نتحدث عن أهمية العلاقات الاقتصادية في إيجاد أيضا فرص عمل مختلفة. بالتأكيد شق العمالة عنصر هام للغاية، ويمكن كان في بعض الملاحظات على العمالة المصرية في الأردن خلال العامين الماضيين، والحقيقة كان في سرعة في التجاوب والاستجابة من كلا الجانبين بشكل اللي يكون للعمالة المصرية في الأردن دور حامل للغايه بعيدا عن اي مشاكل يمكن ان تحدث. مؤكد انه حجم العماله المصريه اللي موجود في الاردن بتبني عليه الاردن فرص واهتمام كبير، لانه هذه القوه الضاربه في سوق العمل مؤكد انها بتضيف كثيرا للوضع الاقتصادي في الاردن، مؤكد انه بيتحملوا مسؤوليات في عدد من القطاعات الاقتصاديه. نعم. ايضا مصر بتعتبر انه العماله
المصريه في الخارج بتعتبرها اضافه مهمه، مهم انه كمان المصريين الموجودين في الاردن يكونوا جسر لمزيد من التقارب والتواصل فيما بين الجانبين والشعبين، وبالتالي عنصر العماله مؤكد انه هيكون من بين الملفات اللي بتطرح في اللجنه العليا المشتركه. نعم دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، جزيل الشكر لحضرتك.